يقول: قيل لي أن شراب البيبسي يحتوي على نسبة من مواد أو يحتوي على مواد من الخنزير، هل يجوز لي أن أشرب هذا الشراب؟ ما دام أنه يباع في أسواق المسلمين ويشربونها المسلمون اشرب الحمد لله. وما ثبت هل يشاع، هذا ما ثبت، ما ثبت التحليلات المخبرية، ما ثبت هالكلام هذا. وإنما الشركات تريد بعضها أن يؤثر على بعض، يشيعون هذه الشائعات ليؤثر بعضهم على بعض، يضرب بضائع الآخرين